الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. وقد قدمنا قوله تبارك وتعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. جدت دبر سنيت الرجيت. والمراد من المسجد مسجد آية خنان كيست دبتم الرامراني المبنية مسجد إجارة ما جيتون مسجد وقو جيان كان يرو تقوتك مسجد نكون أعضاث بيودة رت اللي يرو دبتا مقابة على الأرض التي يسدد عليه دتي قرتي قادوبة إرات صلاة مرت اللي يرو دبتا مقابة وجعلت لي الأرض مسجدا إيه وطورا كجوسن أستي مو مرادين المساجد إيه المبنية دتي وقفم تورت مسجد جارمير مرادين جيتون. طريقة السلف الاستدلال ثم الاعتقاد رقا جرو رت عقيدة قرأتن قرآن جرو وان قرآن نجوسا عقيدة قرأتن ملي هواء اعتقاد قرأني ايغانا رقا تنببر بادتن. هذا هو منهج السلف. وقدمنا أن اليهود معهم ماذا؟ علم لكن لم يعملوا به. وأما النصارى ماذا؟ يعبدون الله على جهل جنيد برسنيه. إذن من ضل من علمائنا علماء أمة محمد الرانم نجلته فيه شبه باليهود ولا شبه بالنصارى؟ شبه باليهود. علماء أمة محمد كيسا نم نجلته نجرة من جرو نجرة نبي ربيته عليه الصلاة والسلام. علماء السوء علماء نجلته أكجر دبتجر علماء جل علماء كتيلا ميزان كمين الدباسنا أبلو كتيلا عالم كتيلا لا عالم جلال أن عالم قتيلة إيه أن عالم جلال كان بأي ميزان نفرق ميزانك من الدبافن يوجن. إذا رأيت العالم يدعو إلى التوحيد ويحذر من الشرك ويوالي ويعادي لأجل التوحيد عالم تتفقه كتوحيدتنا ما يامو شرك رانا ما أرقو وَنِّ إِنِّ تِلَاتَنَ مَقُرَتُوا بِالشِّرْكِ وَنِّ إِنِّ نَمَجَالَتُوا بِالتَّوْحِيدِ قَافَتَهِ فَعَلَمْ أَنَّ إِنْدَهُ مِيزَانَ مِيزَانَ تَقُقَبَا قَبَدْ. وَإِذَا رَأَيْتَ عِنْدَهُ أَيْضًا الدَّعْوَ إِلَى السُّنَّةِ وَالتَّحْذِيرَ مِنَ الشِّرْكِ وَالتَّحْذِيرَ مِنَ الْبِدَعْ عَالِمْ تِتَقُرَّ سُنَّة رَسُولَ رَبِّي تِنَمَا يَامُ بِدَعَارَنَا مَدُورْغُ أَهْلُ بِدَعِ رَانَا مَدُورْغُ يُؤَغَرْتِ فعلم أن عنده ميزان ثاني عالم تجكم ميزان لما فارغ تجر. الثالث إذا رأيت عند ذلك العالم أنه يفهم الشريعة كلها بفهم السلف الصالح دين الإسلام كان فهمي سلف الصالح كان فهم يوتي يفهم الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة قرآن فديسة كان إنه بطه فهمي سلف الصالح قافته ولا يفهم بهواه أكما إفي فرأت أسون تاني أك أصحابني هبت ريتك هبت يوتي يفهم الصلاة والزكاة والصيام والحج والجهاد وكل المسائل الشريعة وكل مسائل الشريعة. شوف مسائل الشريعة لا عالم تكسون يفهم بفهم سلفنا الصالح لا بهواه فإنا لبوتيني مت مثلا باب الجهاد يفهم بفهمهم وان قاف درا جهاد جامته حرس جهاد جامع ويفهم الدعوة بفهم السلف الصالح دعوة جتون ومقاف أصحابات دعواتهم ملي ترتيب مقاف دعوان التنقل أميني ملي أكبرات دعوان دعوة قرتي قامنا جروا بوار جروه انتو جتو وبتي يفهم الدعوة بفهم السلف الصالح ويفهم الجهاد بفهم السلف الصالح كما يفهم الصلاة والزكاة والصيام والحج وإلى غير ذلك أكما وان بروتو فهم سلف الصالح فهمت هبنو سلفات كان فهم يوتي فعلم أن عنده ماذا
ميزان ثالث، وهذا هو العالم السلفي المهتدي. إنكن عالم سلفي جئم، واضح أيها الأحبة؟ إذا رأيت هذا عند عالم من العلماء ما شاء الله، ليس أن هذا العالم ليس من علماء السوء حسب ما نرى، وحسابه على الله حسب وان ظاهرا وملة تؤتي عالم تكون عالم السوء متي كيف يساوي أن يبيك. وإن نقص ميزان من هذه الموازين فاعلم أنه ليس من علماء السنة، ليس من متبع السلف، عالم سلف جلد يموت جرومتي جيتون. إذن وترى اليوم كثيرا وبعضا مما ينتسب إلى العلم نموت علماء جاما هدولالتي أقرت يرو أما جرخنا كيست ما شاء الله يدعون إلى التوحيد، توحيدني فارسني توحيد التسقى نمن ما يامني، لكن لا يحذر من الشرك ولا يحذر من أهل الشرك ولا يعادي لأجل الشرك. نمت قبري قبر توك، نمت شيخ يا عمتو توك، وكان شيخة يا عمتو كان قبري يا عمتو، نمت كان إرانا من أرغن، نمت كان سببا إني وان برو يا عمتو تجروب جيت الليت إلى إسان قرتان. بل ترى أنهم يجتمعون ويتفقون معه إنه ماهو نوفي إسن توكو خنجأني فاته قرت. إذن هذا العالم هل عمل بالكتاب والسنة؟ ما عمل بالكتاب والسنة، قرآن فديسة تنجل نجتل. إذن قاف قرآن فديسة تندلقين فقد كان فيه شبه بماذا؟ باليهود بلا شك. نتا يتوب يتوبة ملي شبه يهودا إسا كتت أرقمي الدراجتل معنى أن كان يهودا إني سنجتل كين جامد، لكن فيه شبه من ماذا؟ باليهود. وما وليس من علماء السنة، علماء سنة جاءوا مقانا متسو علماء كان ينجنون أمنا مكسيسا، هل نقول هو علماؤنا؟ بل هو من علماء البدع، علماء أهل البدع. لماذا؟ نمت بدعان حسنات حسنات جرجئين علماء كان يامتي جنة انتبه، نمت بدعا حسنات جرجئين علماء كان يامتي جنة، نمت مو مسألة الولاء والبراء بل ليس علماء كان جتني دندامة يوخ فرنيتو كخدين نتابر الكبراتيك أكاسم وكاسيمي حتى يستكمل ويتوى حتى يتوفر عنده هذه الموازين الثلاثة ورمي جانا فدنت نبوتة ربنا أتايس. ومن ضل من المسلمين ومن ضل من عبادنا عبدوت أمة إسلام الرا ور علمهن أبن الرا ورجل للنتجروا فيه شبه بماذا؟ بالنصارى يعبدون الله على جهل نيته جدتون. إن شاء الله تعالى نورد المسائل فتجيبونها بإخراج اليد قافي وان تقدقون إثن ربط الإهساء هركبا سودان كان ديبستان تاتو جدتون. المسألة الأولى، المسائل الثلاثة هي الأصول الثلاثة صح خطأ هركبا سودان ديبف نعم صح. مسائل الثلاثة جدتم ما هي؟ ها خطأ أيهما صدق؟ هذا قال المسائل الثلاثة إيه؟ المسائل الثلاثة هي الأصول الثلاثة جنة صاجي صح، وهذا ايه نعم ايهما صدق الذي قال ايه خطأ
خطيئة خنجية تلقادبت. لماذا؟ المسائل الثلاثة هي أنواع التوحيد الثلاثة ومسألة الولاء والبراء. أكنج النجر واضح ولا لا؟ طيب السؤال الثاني بإخراج اليد تجيبون هركبا سرانك عن ديبستاني. ينقسم الدعاء إلى دعاء عبادة ودعاء مسألة، صح أم خطأ بإخراج اليد؟ أنت صح أحسنت. لماذا؟ لأننا قلنا أن الدعاء ينقسم إلى دعاء إلى قسمين، دعاء عبادة. دعاء عبادة صرف أي صرفها، أي دعاء عبادة صرفها لغير الله ما هو شرك أكبر يخرج من الملة، يكون صاحبه خالدا مخلدا في نار جهنم. الثاني دعاء مسألة وطلب، وهو ينقسم إلى إيه؟ إلى قسمين. نعم، ما هما؟ ما يقدر عليه إلا الله. فيما لا يقدر عليه إلا الله صرفه لغير الله شرك أكبر يخرج من الملة، وما يقدر عليه العبد أو غير الله. وقال إن رب انتين إرتدى دوجرا، وهذا يجوز بشروط أربعة. الأول أن يكون حيا، والثاني أن يكون حاضرا، والثالث أن يكون قادرا، والرابع أن تعتقد أنه سبب جند بالنجر. أجلتون ما حكم الاستغاثة بغير الله؟ ما حكم الاستغاثة بغير الله؟ فيه تفصيل أحسنت. تفصيل. إن كان فيما يقدر عليه البشر جائز بشروط أربعة، وإن كان فيما لا يقدر عليه البشر لا يجوز شرك. نعم أحسنت. وكذلك الاستعانة والاستغاثة وإلى آخره. وأدبًا، ما معنى لا إله إلا الله؟ انتبه، لو قال قائل معنى لا إله إلا الله القادر على الاختراع، لا معبود إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، أي هذه الثلاثة؟ الجواب الصحيح لا معبود بحق إلا الله. سؤال، التقريب بين الأديان جائز كبيرة كفر؟ ما أي هذه الثلاثة؟ الجواب الصحيح كفر. التقريب بين الأديان كفر، لأنه وأن كفريت هذه لا إله إلا الله الأول التبوي، لأن في التقريب بين الأديان عدم الكفر بماذا؟ بالطاغوت. طاغوت التكفر الأبوت كيسجر، ولا يكون شخص مؤمنا حتى يكفر بالطاغوت. هل في بلدنا إثيوبيا دعوة التقريب بين الأديان بيكين كيسد أديان دينوا ولت إيهسو يوكاو أمنتوتا ولت إيهسو والنجام دعوان أكنا أدين سي دعوة أكنا بيكين سينجر أمو إنسان؟ نعم سينجر، كما سمعتم في كما سمعتم من قبل مرارا تراه الدو في ريالي غراغرا رتي والغي ثاني كان غراغرا رتي والدان أكنا جارمي أكتف فيجرو بيتني يجدت. أركان الإيمان خمسة ستة ثمانية، أيها صحيح؟ ما شاء الله بارك الله فيك. كم؟ ستة. طيب ستة،
السؤال الآخر: من عبد من دون الله وهو غير راض طاغوت ليس بطاغوت بيبين كم أركب أسفل نما عندي أركب راكب لكم نما أنت ليس بطاغوت لأن الطاغوت من عبد وهو راضني وأنتي فيه. إفراد الله بتدبير الكون وإنزال المطر توحيد الألوهية الربوبية الأسماء والصفات علم توحيد الربوبية. أوجب الواجبات بر الوالدين صح خطأ خطأ لماذا؟ أوجب الواجبات ما هو؟ التوحيد. أعظم المحرمات الزنا وقتل النفس التي حرم الله صح خطأ خطأ لأن أعظم المحرمات ما هو؟ الشرك بالله. سؤال آخر: أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى قومه خاصة صح وخطأ خطأ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى جميع الثقلين. صرف عبادة لغير الله شرك أكبر أصغر أيهما صحيح؟ ها أكبر أصغر ها أنت يا شيخ جالس ساكت ها ماذا قلت؟ أكبر أنت إيه سجلت؟ أحضر أحضر الدرس يا شيخ يسبيك ليس ميلان وكين لا بد من التفريق بين الحكم على الفعل والحكم على الفاعل صح خطأ صح لا بد من التفريق بين الحكم على الفعل واضح السؤال فعل الرت مرتك النوبي فاعل الرت مرتك النوم مالني ولد جيتون صح ولا لا مرتين نتفي فعل الرت مرتك النوني واجب أنه درته فاعل الرت مرتيك النونو لكبار العلماء العلماء ورين بيكم زك أبانيب. أول الأنبياء نوح عليه السلام صا خطأ خطأ لماذا؟ لأن أول الأنبياء من آدم عليه السلام. نبينا صلى الله عليه وسلم نبي رسول نعم نبي ورسول نبي ورسول رسول نبي رسول يوجه اسقابتي ما جتني بس رسول لماذا؟ لأن الرسول يستلزم ماذا؟ النبوة. نبي ورسول يوجه اسقابتي لما يقول رسول مال أن الرجل سألك عن النبي نبي رسول جيس قافة يمير قل له ماذا؟ رسول. بهذا نختم الأسئلة قافية الران تناخن ومن كانت أمرتانا بروغرو والكاسريت كان يسنقابا ما ختمنا يوكو نوغلي وصولي نوغلي وانت في قواعد الأربعة ويالا متوان في النوفو إساكنا بالتسوف إن شاء الله تعالى بر كان إردي بني تقول القابل تعالى إسنون دنو درسوني مجلس غندا دادا تريبتون فرد داكوتا فرد داكوتا نمسني ديبي